Sí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أركان الحج، وذكرنا ما ذكره الشيخ معي هنا من أركان الحج أربعة، وذكرنا الخلاف اللي فيها. وهنا يكلمنا عن واجبات الحج، واجبات الحج واجباته سبعة وقيل ستة. قال: لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة، وذكرناها في المرة السابقة أن الجمهور على أن طواف الوداع متعلق بالحج، أنه متعلق بالحج. وفي قول آخر أنه كل من خرج من مكة، يعني سواء من الحج أو من العمرة، انه يجب عليه طواف الوداع. الراجح ان طواف الوداع متعلق بالحج، فعلى ذلك هو واجب من واجبات الحج. هنا بيقول لنا الاول الاحرام من الميقات، الاول نمره واحد الاحرام من الميقات، هذا من واجبات الحج، ليس ركنا من الاركان. يقول انه اركان الحج زي وقوف عرفه، لن يتم الحج الا بان تقف بعرفه. إذا فاتك الوقوف بعرفة ولو لحظة من الليل قبل طلوع الفجر يوم العيد، بعد ذلك لم يتم حده ولا حد له، وإنما يتحلل بعمرة. فالوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج. الطواف طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج. عقد الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة كذلك. السعي بين الصفا والمروة عند الجمهور ركن من أركان الحج على خلاف ذكرناه قبل ذلك. لكن هنا الواجبات يعني أشياء يلزمك أن تأتي بها، فإن لم تفعل تجبر ذلك بدم. يبقى هنا عليك أنك تذبح الهدي وتوزع على فقراء الحرم على طفل. إيه الواجبات اللي هتبقى في الحج؟ قالنا الإحرام من الميقات. الفرق بين الإحرام الذي يكون ركن من أركان الحج اللي هو عقد النية، نية الإحرام، إنك محرم الآن، إنك تنوي تفعل حجا أو عمرة ودخلت من حل إلى حرم، صرت محرما، يبقى عقد القلب وعزم القلب اللي بتعبر عنه بالتلبية لبيك حجة أو لبيك عمرة، ده العقد ده هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. لكن لبس الإحرام نتحرم هنا الإحرام يكون من الميقات، سواء أنت تلبس لبس الإحرام من الميقات هذا يلزمك ويجب عليك، أو أنك تحرم من الميقات. ممكن إنسان رايح يعتمر ومر على الميقات ولم يحرم، وبعد ما جاوز المكان هو جاي أصلا عشان يحرم بعمرة، فمر على الميقات ولم يفعل، فلما جاوز الميقات أحرم. هنا بنقول له كان يجب عليك أن تحرم بالعمرة من الميقات، أو إنك في الحج تنوي الحج بلا بد من الإحرام بالحج من الميقات. الإحرام الذي هو نية هذا ركن، إنك تفعله عند الميقات هذا واجب. يبقى إذا جاوز الميقات من غير ما يحرم لا بالحج ولا بالعمرة، قدام واحد من اثنين: يا إما يرجع تاني إلى الميقات ويحرم من هنالك، يا إما إنه يكمل وعليه الهج، عليه الهج. يبقى هنا الإحرام من الميقات هذا واجب. ثاني حاجة الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهار، الوقوف إلى الغروب، يعني الوقوف فين؟ لعرفة، تقضي عرفة لغاية غروب الشمس، من الزوال لغاية غروب الشمس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: خذوا عني مناسككم، وقف إلى الغروب، ده صحيح ومسلم عن جابر واللي بعده مسلم. ثالث واجب من الواجبات المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها، واللي حصل منه صلى الله عليه وسلم إنه بات لغاية ما طلع الفجر وصلى هنالك، ووقف عند المشعر الحرام يدعو ربه ويذكر الله سبحانه كما أمر ربنا سبحانه: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لغاية قبيل طلوع الشمس، لغاية وقت الإفطار، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم لرمي الجمار. فهنا وقوفه صلى الله عليه وسلم كان لغاية، أو مبيته في مزدلفة الليل كله، وصلى هناك في مزدلفة الفجر، ووقف عند المشعر الحرام كما شرح. فهنا الواجب إيه؟ قال: واجب المبيت ليلة النحر بمزدلفة
إلى ما بعد نصف الليل، فإنه النصف الأول من الليل واجب أن يكون هناك. ومش كل الناس يقدر يدرك النصف الأول من الليل من مزدلفة، إنه على ما يطلع من عرفة يتوجه إلى مزدلفة يكون عدى وقت طويل. لو راح ماشي يخد ساعتين ثلاث ساعات ماشي على رجليه حتى يصل إلى هناك. لو راح راكبا ممكن ياخد خمس ست ساعات سبع ساعات كمان حتى يصل إلى هناك. هذه من الحاجات العجيبة، لأن اللي راكب يوصل بعد اللي ماشي طبعا مع شدة الزحام هنالك. فالكثير يكون على ما يصل إلى مزدلفة يكون عدى نصف الليل، يكون عدى نصف الليل. فعلى ذلك من يصل في أول الليل يعني عند وقت العشاء أو بعد وقت العشاء يلزم أن يظل هنالك وجوبا لغاية النصف الثاني من الليل أو بعد منتصف الليل. فهنا اشتهر انه المبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل، لانه صلى الله عليه وسلم بات بها. طيب ده دليل على البيات الليل كله. وقال ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله من مزدلفة الى منى. ابن عباس رضي الله عنه قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة الاهل. ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره حوالي 13 سنة، وهنا كان في حدة الوداع، يعني كان في نحو هذا الشيء 13 سنة إلا شيء يسير مثلا أو شيء يسير. فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء ومع ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم إلى منى، من مزدلفة إلى منى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. هنا الحديث إسناده عند أبي داود ظاهره أصح، ظاهر الإسناد أصح، وذلك البعض صحح الحديث وهو في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. هنا يكون أرسلها قبل الفجر بفرض صحة الحديث، يبقى على ذلك هذا للنساء للضعفة من النساء، يبقى ده ترخيص للضعفة من النساء في الذهاب قبل الفجر. لكن هل يؤخذ منه أنه أيضا الرجال يفعلون ذلك؟ ذكروا أن الضعفة من النساء، والعادة أن المرأة سيكون معها محرمها ومش هتروح لوحدها، يبقى هتروح هي ومن معها. يبقى رجال ظهرت الضعفة من النساء ومعهم أيضا رجال ليس بضعفة ولكن لمثل هذه الحالة. فقالوا طالما أنه ظهرت النساء الضعفة وذهب معهم رجالهن يبقى على ذلك النبي لغاية الفجر ليس واجبا. ولكن هنا كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم فرخص للبعض، فعلى الأقل يقال أنه الذين لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون هنالك. يقول الإمام المنذري: قال البيهقي في هذا الحديث يعني إسناد صحيح لا غبار عليه. قال الشافعي: فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر لأن رميها كان قبل الفجر، لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة. استدل الشافعي من هذا الحديث اللي إسناده ظاهر الصحة بأن أم سلمة خرجت من مزدلفة بعد نصف الليل، وبعدين هتروح ترمي الجمرة وهتكون في مكة عند صلاة الصبح، يبقى معنى ذلك الرامي كان قبل ذلك وكان الرامي بالليل. الشيخ الألباني لما ذكر هذا الحديث في الإرواء قال إن إسناده على شرط مسلم، ولكن في أحد الرواة وهو الضحاك فيه ضعف من قبل حفظه، من قبل حفظه، وبعدين ضعف الحديث باضطرابه إسنادا ومتنا. ابن القيم قبله ضاعف برضه هذا الحديث، وذكر ان الامام احمد كان يدفع حديث ام سلمة هذا ويضعفه، لان في بعض الروايات انها توافيه بمكه، قالوا ما يسمع بمكه صلى الله عليه وسلم ان توافيه زوجته هنالك، وهو سيتوجه صلى الله عليه وسلم الفجر هيعمل الفجر في مكه وهي هتصلي الفجر في مكه، هو الفجر هيكون في مزدلفه صلى الله عليه وسلم، وهيرمي جمراته بعد ذلك في منى، يبقى مش ممكن هيكون الفجر في مزدلفة صلى الله عليه وسلم في مكة. ولذلك رضح البيت لعله في اليوم الثاني من أيام العيد، مش ممكن هيكون في اليوم العيد الأول، فضعف الحديث بناء على ذلك. فهنا اختلف الشلف في هذه المسألة، إنه هل ممكن خروج الرجال بعد نصف الليل من هنالك؟
ولا ان هذا للنساء فقط؟ ذكروا حديثا عن اسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري انها نزلت ليله جمع عند المزدلفه. المزدلفه من اسمائها جمع، اسمها المزدلفه واسمها المشعر الحرام واسمها جمع من اسمائها. فقامت اسماء تصلي، فصلت ساعة ثم قالت لعبد الله مولاها: قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال: قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال: قلت نعم. قالت: فارتحل. فارتحل، فذكر أنهم ارتحلوا معها. قال: ومضينا حتى رمت الجمرة. وهنا سيدة أسماء ارتحلت بعد نصف الليل من المزدلفة، طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت فصلت الصبح في منزله. فالرجل يقول لها: يا هنتاه، يعني يا هذه، ما ورانا الا قد غلشنا، احنا مشينا بالليل. فقالت: يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعن، اذن للظعن يعني النساء الحجه، فاصل الظعين المراه الراكبه الهودج، ويطلق تجاوزا على المراه. قالوا ان هذه سيدة اسماء رضي الله عنها رمت الجمرة بالليل، يبقى فيه دليل على جواز رمي الجمار بالليل، انها فعلت هذا الشيء. فقالت: لقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت في رواية: لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك. يبقى رمت الجمرة بالليل، واحتجت بانهم فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا احتدوا به بهذا الحديث عن أسماء أنه يجوز رمي الجمار بالليل. إذا جاز رمي الجمار بالليل يبقى هيجوز الخروج بالليل من المزدلفة، يبقى لا يشترط أن يبيتوا حتى طلوع الصبح هنالك. الأحناف قالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وهذا الأحوط في هذه المسألة، وهذا الأحوط أنه لا ترمى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. قالوا: إن رماها قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر عادها. وقال الإمام أحمد وإسحاق والجمهور: لا يرميها قبل طلوع الشمس، أو ده قول إسحاق، لا يرميها قبل طلوع الشمس، والآخرون قالوا إنه يجوز بعد الفجر. اللي ذكروا أنه لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الشمس، ذكروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك. قال لابن عباس ومن معه، قال: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس. وفيه أنه لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس إلا للمعذورين، لأن هنا للتوفيق بين الحديثين، ما جاء عن أسماء أنها رمت بالليل وقالت كنا نصنع ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ومن معه لا ترموا حتى تطلع الشمس. ده صحيح وده صحيح، فطالما انه صح عنه صلى الله عليه وسلم ليس يبقى هنا على وجه الارشاد، ان لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا ارشاد منه صلى الله عليه وسلم، وده المستحب انه لا ترمى الا بعد طلوع الشمس. لكن مع شده الزحام اللي في هذه الايام فيجوز انه ترمى ولو قبل طلوع الشمس، مع الخوف من شده الزحام وعدم تمكن الانسان من الرمي، فيجوز له انه اذا نفر من الليل ذهب فرمى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فان رمى قبل ذلك الراجح ايضا انه يصح منه. المبيت ليله المزدلفه، ليله النحر من المزدلفه، قلنا انه هذا واجب، هذا واجب. بعض اهل العلم ذهبوا الى انه واجب، البعض ذهبوا الى انه سنه، البعض ذهبوا الى انه ركن من اركان الحج. هنا فيها اقوال، فجاء عن بعض العلم من مجاهد وقتاده والزهري والثوري، قالوا: من لم يصف بها فقد ضيع نصفه وعليه دم. اذا هنا على هذا القول هذا واجب، واجب المبيت ليله المزدلفه، وهذا قول ابي حنيفه وقول الامام احمد واسحاق وابي ثور. جاء عن عطاء، وده قول الامام الاوزاعي: لا دم عليه، وانما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل. وده مروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بس اسناده ضعيف. ذهب البعض الى انه ركن، ما هوش مجرد الوقوف المريض بالمزدلفه هذا واجب من الواجبات، لا، ده ركن من اركان الحج، والذي لا يرد مزدلفه لا حد له. اللي ذهبوا الى ذلك ابن بنت الشافعي وابن خزيمه، قالوا الوقوف بها ركن لا يتم الحج الا به، ومال اليه ابن المنذر ورجحه، ومنقول عن علقمه وعن النخعي ايضا. هنا اللي قالوا بالركنيه
الجمهور قالوا لا ليس ركنا، انما هو واجب من الواجبات وليس ركنا، واجب الركن، انما ركن معناه يضيع الحد بفرقه. طبعا دليل لما نقول ان هذا ركن لابد من وجود دليل يفيد الركنيه، مش يفيد مجرد الوجوب، لا يفيد انك اذا لم تفعل يبطل الحد الذي حددته. فهنا اللي قالوا بالركنيه قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ودعا عنه صلى الله عليه وسلم انه اذن ورخص للضعفاء، اذا غير هؤلاء لا رخص لهم. اللي قالوا بانه ليس ركنا قالوا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو في المزدلفة، فأمر الله عز وجل بالذكر. قال وأجمع العلماء على أن من وقف بالمزدلفة ولم يذكر فحده صحيح، من وقف ولم يذكر فحده صحيح. قالوا فإذا كان ما أمر الله عز وجل به، قالوا لو أنه لم يأتي به فحده صحيح، فكيف ما لم يأمر به؟ يعني قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهنا هذا الذكر أجمعوا على أنه ليس واجبا. قال أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حده تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون ذكر فيه أحرى ألا يكون فرضا. برضو ذكروا أن ده كلام الحافظ بن حجر، قال وقد ارتكب ابن حزم الشطط رحمه الله، قال فزعم انه من لم يصلي صلاه الصبح بمزدلفه مع الامام ان الحد يفوت، ولعل البعض من الناس يعجبه هذا القول لابن حزم ويأخذ به. ودليله قوله في الحديث من شهد معنا صلاه الفجر بمزدلفه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حده، دي روايه الحديث اللي حديث عروه بن مضرس اللي ذكرناه قبل ذلك. وفيه من شهد معنا صلاة الفجر بمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حده، قالوا فإذا مش هيتم الحد إلا بأنه يشهد هذه الصلاة المزدلفة ووقف قبل ذلك بمزدلفة. ولكن العلماء قالوا حكوا الإجماع على أنه من وقف بعرفات آخر لحظة من الليل، آخر لحظة من الليل وقفها في عرفات فقد تم حده، وهذا يستحيل يقف اخر لحظه من الليل في عرفات ويصلي فجر في مزدلفه، مش ممكن المسافه بين الاثنين، لو مشاها عايز له ساعتين مشي، لو ركب جملا ولا ركب ناقه عايز له ساعه بها ولا ساعه ونص بها، فعلى ذلك مش ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعجز به الناس. وهنا الانسان اللي وقف في عرفه قبل ذلك ساعه من الليل او نهار، يبقى هنا من ضمن ساعات الليل اخر ساعه من الليل، فلو انه وقف بعرفه اخر ساعه من الليل مش ممكن انه يلحق يصلي الفجر في المزدلفه. ولذلك كلام ابن حزم من انه صلاه الفجر بالمزدلفه هذه ركن في الحج، هذا العلماء اعتبروه من شططه، ولم يعتبر ابن قدامه هذا مخالفته معتبره، يعني لم يجعلها شيئا معتبرا، وحكى الاجماع على الاجماع، حكى الاجماع ولم ينظر لكلام ابن حزم في ذلك. عند الاحناف يجب بترك الوقوف بها بالمزدلفه دم لمن ليس له عذر، الذي يترك الوقوف بالمزدلفه عليه دم، وده قول الجمهور ان الوقوف المبيت بالمزدلفه هذا واجب. الاحناف قالوا من جمله الاعذار الزحام، يعني هم شددوا وبعدين ادوا شيء برضه في العذر للناس، وهذا جيد، هذا جيد انه شده الزحام لعله المكان في المزدلفه وجود الناس وكثرتهم بها ما يقدرش الجميع ينزل بالمزدلفه، وخاصه اذا وصلوا في اخر الليل الى المزدلفه، فعلى ذلك قالوا انه من ضمن الاعذار لترك المبيت او لان الناس يعني ينفروا بعد نصف الليل شده الزحام. نرجع ثاني هنا، إذا المبيت ليلة النحر بالمزدلفة هذا واجب من المواجبات، والواجب منه أن يظل بها إلى ما بعد نصف الليل مع شدة الزحام اللي موجود الآن. طب إذا وصل بعد نصف الليل هل يجب عليه أن يقعد نصف الثاني كله؟ الراجح أنه بعد نصف الليل يعتبر هذا وقت مبيت بعد نصف الليل، فعلى ذلك إذا مكث بها ساعة أو ساعتين ثم انطلق فيصح منه هذا ولا يلزمه نوم.
فرضى واجب من الواجبات الحج المبيت بمنى في ليالي التشريق. المبيت بمنى في ليالي التشريق. أيام التشريق يبقى اليوم هيبتدي من الفجر لغاية غروب الشمس. ليالي التشريق من الغروب لغاية الفجر. يبقى هنا الواجب أنك تنكش ليالي التشريق بمنى الليالي. أما بالنهار فيجوز أن تخرج من منى تتوجه إلى مكة لطواف أو نحوه وترجع ثاني، ولكن الأفضل أن تكون ليلة نهار هنالك بمنى، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تخرج لطواف وترجع مرة ثانية إلى منى. قال لقول عائشة رضي الله عنها: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث صحيح المعنى. والمسموع حديث ابن عمر، هو ذكر هنا ابن عباس بس ده حديث ابن عمر، قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل شقايته فأذن له. إذا هنا لعذر من الأعذار، إن هذا بيشقي الحديث، العباس رضي الله عنه كان متولي الشقاية، فهذا عمل تطوعي من شقاية الحديد وعمل فيه أجر عظيم، فعلى الحديد يروح يطوفوا بالبيت يروحوا ليل نهار محتاجين للي يجيب لهم من زمزم الشقاية يشقي الحديد من الماء ليشربه، فكان العباس رضي الله عنه يفعل ذلك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان يشقيهم ماء ويحط لهم في الماء من التمر، يعني يعطيهم شرابا يشربونه ماء زمزم عليه من التمر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم انه يبيت خالف منه، يبيت بمكه في ليالي ايام التشريق. ده متفق عليه. وعن عاصم بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رصاص لرعاء الإبل في البيتوتة في عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النحر. إذا هنا رصاص، إذا هؤلاء لهم رصة إذا غيرهم لهم شهادية رصة، إذا رصة كانت لأهل السقاية اللي بيسقوا الحديد ولرعاء الإبل، راعي الإبل هيسيب الإبل بتاعته فين، لما هو هيبات في منها يا إما يدخل بالإبل بتاعته جوه منها في وسط الناس يضايق الناس بها، أو إنه يكون في الخارج عند المراعي وإنه يبيت مع الإبل بتاعته خارج منها. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في البيتوتة عن منها يرمون يوم النحر. ثم يبقى هنا رمي يوم النحر، يوم النحر بالنهار كله هيرمي في أي وقت منه ولو قبل ذلك قبل طلوع الشمس بحسب ما يتيسر له، جاء في يوم النحر. ثم يرمون من الغد، من الغد يبقى عند الزوال بعد الزوال، من الغد اللي هو ثاني يوم العيد أول أيام التشريق، ومن بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النحر، ثم يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد، يعني هيجمع يومين في يوم، هيجمع يومين في يوم، عايز يرمي في يوم العيد وتاني يوم عن تاني ايام العيد هو اول ايام التشريق وتاني ايام التشريق ويحرم مرتين في تاني ايام العيد، او انه هيرمي اول يوم ويروح للابل بتاعته ويرجع تاني في ثالث ايام العيد يرمي على النهارده وامبارح له ذلك. قال: يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، ثم يرمون يوم النفر. ده صحيح. وفي رواية لأحمد: ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهم. هذا واضح، الرواية أوضح هذه الرواية، إن هيجمع يومين يرميها في أحدهما، لأن الأيام هيبقى يوم العيد وبعدين أول أيام التشريق يسمونه يوم القرن، يوم القرن لأنهم يقرون بمنى فيه، وثاني أيام التشريق اللي هم يوم النفر الأول، وثالث أيام التشريق اللي هو يوم النفر الثاني. لأيام الحج هتبقى تبدأ من يوم التروية اللي هو اليوم الثامن اسمه يوم التروية، اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، يوم عرفة، اليوم العاشر هيبقى يوم النحر، اليوم الحادي عشر اسمه يوم القرو، القرو من أي القرو بقرو في منها يعني ما بيخرجش منها، هنا يوم القرو. اليوم ال 12 هيبقى يوم النصر الأول، ال 13 هيبقى يوم النصر الثاني. من الواجبات يقول لنا رمي الجمار مرتبة، رمي الجمار مرتبة، يعني هنتجي جمرة العقبة ده في اليوم الأول بس، رمي جمرة العقبة. في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد هيرمي جمرة العقبة والجمرة، هيرمي الجمرة الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين جمرة العقبة اللي هي الكبرى.
قال سيرمو يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منا، ومداش حديث لأنها تحية منا، ولكن تجوزا ذلك. ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. لاحظ أن الرمي في اليوم الأول فقط هو اللي قبل الزوال، بيرمي من بعد طلوع الشمس، يرمي طول يوم بحاله محل رمي بالليل وبالنهار. لكن في أيام التشريق بعد ذلك هيبقى الرمي يبدأ وقته من بعد الزوال، ولو أن يرمي حتى الليل. قال يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة، وتالي مسجد الخليفة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم جمرة العقبة. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي هذه الصورة في أيام التشريق. يبتدئ هذا الحديث كان في ضعف يسير، وذكر شيخ الألباني له شاهد وقال إن توبع فالحديث حسن، فالحديث حسن. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، إذا وقت رمي الجمرات في الثلاث أيام اللي أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، إذا السنة يرمي ومع تكبير الله أكبر، يقف عند الأولى، فالسنة إنه حيرمي الجمرة الصغرى الأولى بسبع حصيات، وبعدين ياخذ يمينه ويتقدم شوية ويقف يدعو، يعني يدور على مكان يمين المرمى يقف يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا جدا بفضل قراءة سورة البقرة، بفضل قراءة سورة البقرة، ثم تقدم إلى الجمرة الثانية. الجمرة الثانية هي الوسطى، حيرميها مستقبلا لها، رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، وبعدين تقدم وخد شماله شوية ووقف يدعو صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له، قالوا بنحو من سورة البقرة. وبعدين تقدم إلى الجمرة الثالثة. الجمرة الأولى والثانية كل واحدة عبارة عن دايرة، دايرة الجمرة الأولى والثانية. الجمرة اللي هي العقبة الكبرى عبارة عن نصف دايرة، نصف دايرة وفي وراها سور، فيقوم ترميها من الأمام لجاريده النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى شماله صلى الله عليه وسلم القبلة ويمينه لمنى ورمى هذه الجمرة بسبع حصيات. بعد رمي الجمرة جمرة العقبة ما فيش وقوف للدعاء، ما فيش، كان الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، يقف هذا طويلا، بعد الثالثة يمضي وانطلق. ثالث واجب من الواجبات قال الحلق والتقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلق، ودعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة، متفق عليه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى داره الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس. هذا صحيح مسلم. وقال ابن المنذر أجمعوا على إجزاء التقصير وذكرناه قبل ذلك. يستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، هنا الإنسان الأصلع أو الإنسان اللي حلق شعره قبل ذلك ومطالش شعره يستحب له أنه يمر بالموس على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي. قال ولا نعلم فيه خلافا، قال في الشرح الثاني. السابع طواف الوداع، طواف الوداع. لحديث ابن عمر أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. اللي هنا أمر الناس يعني يحيطه حيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهده بالبيت، يكون الأمر أنه آخر العهد بالبيت. في حديث أحد قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن
النسر الخروج من مكة في يوم النسر الأول أو في يوم النسر الثاني من منى، فقال لهم إنه أنت نفرتم يكون آخر العهد اللي سلو خطوفه في وصل الوداع وبعدين وخروجه من مكة. فلذلك قالوا إن هذا جمهور العلماء يعني على أن هذا النسر أو الطواف للوداع ليكون متعلق بأعمال الحج فهو من الواجبات إليه، ده الجمهور على ذلك. ومن الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض. وذكرنا حديث سيدة عائشة أن صفية حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، وكانت قد طافت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة وطواف الركن، طافت طواف الإفاضة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، خشي أن تكون لم تطف طواف الإفاضة، فلما قالوا أنها أفاضت فقال فكان في الإذن. يبقى رخص صلى الله عليه وسلم المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فلها أن تنفر من غير ما تطوف طواف الوداع. أركان العمرة ثلاثة، بعد ما تكلمنا عن أركان الحج وذكر أنها أربعة، الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف والسعي، ذكرنا أركان العمرة قال ثلاثة. الإحرام ويفسره بأنه نية الدخول في العمرة زي ما كان في الحج كده لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي، والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، قال لقوله تعالى وليطوفوا ببيت العتيق، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، حديث متفق عليه. قال وأمر يقتضي الوضوء، فإن قلنا في الحد في الطواف وفي السعي حنا قال هنا اليوم. الواجبات في العمرة ذكرنا الواجبات في الحد كانت سبعة، فقال لنا الواجبات في العمرة شيئان شيئان، الإحرام بها من الحلي لأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتذر من التلعين، يبقى في أنه ما ينفعش أن يحرم العمرة من مكة، لابد أن يخرج إلى الحلي حتى يجمع بين الحلي والحرم. وما اشمعنى نفع في الحد هنا؟ الحد ضروري حيخرج من الحرم إلى الحلي، فحيجمع في الحد بين الحلي والحرم، أنه حيخرج من في يوم التروية حتوجه إلى منى، وبعدين يصبح في يوم عرفة يتوجه إلى عرفة، منى من الحرم وعرفة من الحل، فجمع بين الحل والحرم في حده. فالعمرة كل المناسك تبقى في الحرم، فلا بد أن يخرج إلى الحل، لذلك يخرج إلى أدنى الحل من التنعيم أو من الجعران. يبقى هنا الواجب في العمرة الإحرام بها من الحل، هذا واجب. قال في الشرح من أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ليقاتل له، قال ولا نعلم فيه خلاف. الواجب الثاني في العمرة الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير لقوله وليقصر وليحلل، هذه صحيحة. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، السنن بقى اللي في الحد يقول لنا من ضمن هذه السنن المبيت بمنى ليلة عرفة، بتخرج أنت في يوم التروية متوجها إلى منى، وذهابك إلى منى هذا من السنن وليس فرضا من الفرائض. فلو أن إنسانا خرج إلى عرفة في يوم عرفة صح حده، ولكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتودع صلى الله عليه وسلم إلى منى في هذا اليوم الأول أو في يوم التروية، ثم بعد ذلك بات في منى وذهب إلى عرفة، فالمبيت في منى هذا من السنن وليس من الواجب، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، حديث رواه مسلم عن جابر. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ونصف ضعفين، هذا كله يقول لنا من السنن طواف القدوم. طواف القدوم لا يتخلف العمرة، رايح تعمل عمرة طواف القدوم ايه ده، هو طواف الأولاني بتاعك هيبقى ركن العمرة، ما هواش من السنن ولكن هيبقى هو طواف العمرة بالنسبة لك، إنما طواف القدوم هيكون في الحد، يطوف طواف القدوم. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، الرمل هو الإسراع في مد هيئة الذي يده، والابتداع إن هو يجعل الرداء تحت إرقه الأيمن يكشف الإرق الأيمن. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف بالبيت. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران
فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آذانهم حتى ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، الصغير اللي هو البيت تبعه. ففي حديث جابر حتى أتينا البيت معه سلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، يعني في طواف القدوم السنة إنك أول ثلاث أشواط تكون ترمي فيها الأربعة الباقية السنة تمشي فيها. ذكرنا قبل ذلك أنك لو نسيت الرمل في الثلاث أشواط الأول تعوض في الأربعة الباقية، لا، لأن الأربعة الباقية محلها أو السنة فيها المشي. يبقى هنا لو إنه عوضها في الأربعة الباقية دخلت السنة في الاثنين، في الأول وفي الثاني. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزارين ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر مرفوعا ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، يعني يقصد أنه يلبس الإزار ويلبس الرداء الأبيضين النظيفين من ضمن المستحبات، يعني يتجرد ويلبس هذه الأشياء والإزار ورداء. وليحرم أحدكم في الحديث في إزار ورداء ونعلين، ده صحيح. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، والتلبية من ضمن السنن لاستمرار التلبية، استمرار التلبية من أول ما تحرم تقول لبيك حجة ولا لبيك عمرة لغاية ما تخلص في الحج أو في العمرة لغاية ما تبتدي بالطواف بالبيت بتوقف التلبية. فهنا يقول لنا التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، ده في الحج بقى، من أول ما تحرم لغاية ما ترمي جمرة العقبة. وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك الحديث. وعن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، من جمع اللي هي المزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يبقى التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي هذه سنة، معناه أن استمرار التلبية يعني بقدر المستمرار. ولكن التلبية هي في أصلها، هل هي سنة ولا هي فرض التلبية؟ اختلف فيها العلماء، فالجمهور على أنها سنة. جاء في حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث خلاد بن سائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، يريد أحدهم، أمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. هنا الأمر برفع الصوت بالتلبية، هل هذا يكون واجبا ولا ليس واجبا؟ الجمهور على أنه مستحب، ليس واجبا، بل التلبية من أصلها قالوا أنها مستحبة وليست لها ركن من أركان الحج ولا واجب من الواجبين. ذهب الأحناف إلى أن التلبية واجبة، التلبية واجبة، يعني يجب أن يلبي. فقالوا من لم يلبي بناء على أنها واجبة يلزمه دم عندهم، إذا الذي لم يلبي يلزمه دم. ذهب داود بن علي الظهري إلى أن رفع الصوت بالتلبية هذا واجب، يجب رفع الصوت بالتلبية، واحتج بهذا الحديث الشوكاني في الأوفار، قال وهو ظاهر، يعني الحديث ظاهر في أنه يجب رفع الصوت بالتلبية. هذا مبني على شيء آخر، وهو أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بالشيء ولا ليس أمرا به؟ إن هنا جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية، قال أمرني جبريل أن آمر أصحابي برفع الصوت بالتلبية. فهنا أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أنه يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرفع الصوت. فالرفع الصوت لأنه من ضمن المناسك ومن ضمن الشعائر رفع الصوت بها فيكون مستحبا، ولا يكون مقصودا لذاته فيكون أمرا واجبا. فذهب داود بن علي الظهري دون غيره إلى أن رفع الصوت واجب، واجب. والجمهور على أنه الحديث غايته الإرشاد والاستحباب لرفع الصوت بالتلبية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبى، وجاء عنه أنه أمر أصحابه وقال خذوا عني مناسككم، فالأحناف قالوا إنه طالما لبى وقال خذوا عني مناسككم يبقى التلبية واجبة، ويبقى أقل ما يكون فيها أنه ولو مرة واحدة إنه يلبي، فمن لم يفعل التلبية يلزمه دم،
لا على قول. أما الجمهور فقالوا إن هذه من سنن الحج وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سننا وقال قلوا عني مناسككم، فكانت أشياء من الواجبات وأشياء من الأركان وأشياء من السنن، فعلى ذلك خذوا عني مناسككم، ما أضافش آدي على سنن من السنن وأقول خذوا عني مناسككم فتصير فرضا من الفرائض، ولكن تحتاج دليل لخصوصه. طبعا لا شك أن الأحوص الإنسان أنه يلتزم التلبية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته بها، لا الأحوص اللي فيها ومن غير ما نقول بالوجوب. فمن ترك ركنا، ده كلام شبه هنا، وذكر قبل ذلك حديث عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، ده صحيح عن ابن عباس موقوفا وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا على ابن عباس. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، من ترك ركنا، طبعا لو أنه ترك الوقوف بعرفة مش ممكن يعوض، خلاص إذا راحت عرفة يبقى ضاع منه الحج ويتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، لكن باقي الأركان تعوض، باقي الأركان الطواف بالبيت ممكن يعوضه، السعي بين الصفا والمروة ممكن يعوضه. ومن ترك واجبا فعليه دم وحد صحيح، من ترك ركنا مش هيتم الحد الا بهذا الركن، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. وده عن ابن عباس قال من ترك نسكا فعليه دم، ده ثابت موقوفا على ابن عباس، من ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. شروط صحة الطواف 11، تكلمنا عن الطواف بالبيت حتى يصح الطواف الطائف، يعني شروط الصحة 11، النية والإسلام والعقل ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة إلى آخر ما ذكرنا. النية يعني وهو يطوف بالبيت، وهو يطوف بالبيت لعله يكون الطواف بالبيت قد يكون طوافا مستحبا، قد يكون طوافا واجبا، قد يكون طوافا للعمرة، قد يكون، فهنا يحدد هذه النية. طبعا احنا فاكرين قول الشافعية ان الانسان اذا ذهب ليحج نيته الحج اتت هذه النية على الافعال التي يفعلها بعد ذلك، وهذا قول له وجهة كبيرة من النظر ولعله الارجح فيها انه داخل ينوي انه يعمل عمرة، فعلى ذلك وصل للبيت بدل يطوف ما استحضرش النية، ولكن هو من البداية ناوي هذا الشيء، ناوي عمرة، فعلى ذلك الطواف الذي يطوف بالبيت يكون طوافا العمرة بالنسبة له، إذا سعى بين الصفا والمروة فسعيه أيضا كذلك، إلا إن رفض ذلك، يعني عدم النية بقى، إنه راح يسعى بين الصفا والمروة ما يقصدش السعي، ولكن مشى لحاجة من حاجاته يبحث عن واحد راح به 7 مرات لم ينويه سعيا، إذا هنا هذا كأنه رفض العمل لم يفعله. أما إنه طاف بالبيت راح ينوي عمره فطاف بالبيت هو مستحضر أنه طاف، ولكن لم يستحضر نية من هذا الطواف المتعلق بهذه العمرة، يغنيه النية السابقة في حال إحرامه إنه متوجه للعمرة، كذلك خلص الطواف وتوجه ليسعى بين الصفا والمروة، فالراجح أن هذا أيضا مجيب. يبقى هنا النية الإسلام، فلو أنه ارتد وكفر والعياذ بالله يبطل العمل، والعقل ودخول وقته يكون عاقل، فإذا دون لا يحسب له شيء في وقت دونه، فإذا أفاقه ودخول وقته، دخول الوقت وأوله يعني الكلام عن طواف الركن، يبقى هنا طواف الإصابة، طواف الإصابة دخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر، يعني مش هينفع أن يطلع من عرفة المغرب يروح للبيت يطوف مثلا، ولكن لابد أن يأتي الوقت اللي فيه اللي هو بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر، وهذا أولى، هذا أولى إنه لا يطوف إلا بعد الفجر من يوم النحر، لا لحديث ابن عباس إنه نهاهم أن يرموا، ومعلوم أن الرمي بيكون بعده الطواف، فعلى ذلك فليكن ذلك على وجه الأخوط وليس على وجه الوجوب. وستر العورة، ستر العورة لحديث لا يطوف البيت عريان، هنا من شروط صحة الطواف أنه يكون مستور العورة، لحديث يدل على ذلك. السادس اجتناب النجاسة، طالما انه قال لنا الطواف بالبيت صلاة يبقى على ذلك الثياب اللي تطوف بها لابد تكون تصلح للصلاة، والطهارة من الحدث لأن تكون على وضوء، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة
إلا أنكم تتكلمون فيه، إلا أنكم تتكلمون فيه. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحياة غير ألا تطوفي البيت حتى تطهري. يبقى لابد طائف البيت يكون على وضوء، يكون طاهرة، ما ينفعش المرأة تطوف وهي حائض. هذا فيها الإمام أحمد أقوال، فذكر الإمام ابن قدامة في الكافي عن أحمد في من طاف للزيارة، طاف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الصدر، وهو من طواف الإفاضة، قال: من طاف ناشيا لطهارته حتى رجع قال فحده باطل، فحده باطل. كأن هنا النظر في العذر ان هذا الانسان طاف طواف الإفاضة ناشيا، فلما رجع الى بلده تذكر انا طفت طواف الإفاضة ما كنتش مفضي، نشيت هذا الشيء. فالامام احمد قال في قول من اقواله انه هذا يعذر، هذا يعذر، ده قولي فيه ولا شيء عليه. فهذا ده كلام القدامى ده، فهذا يدل على انها تسقط بالنسيان. وعنه في من طاف للزياره غير متطهر اعاد ما كان يمكنه، اعاد ما كان يمكنه ذلك، فاذا رجع جبره بدم. يبقى هنا جعلها من الواجبات، ولكن حيصحح الطواف ويلزمه انه يجبر ذلك بدم انه يذبح فيه. هنا بنى عليها شيخ الاسلام ابن تيميه مساله المراه الحائض إذا كانت تريد النفع ومعها رفقة حيخافوا يشبوها، وتعذر الأمر إلا أنه لابد تطوف بالبيت الآن، وإلا هترجع من غير طواف أو تمكش فتفارقها الرفقة والمحرم ويرجعون. طبعا يعني لعل الآن في شيء من التأخير، تأخير معاد الطيارة، تأخير مش عارف إيه، لكن ضاق الأمر فيه. فهنا أخذ شيخ الإسلام الجميع في وقت العذر الشديد في ذلك أن المرأة تتطهر وتستشفر وتطوف بالبيت لهذا العذر، يعني هذا العذر إذا كانت حائضا، وده يكون في الضرورة القصوى، مفيش حل تاني، مفيش حل تاني. مع تعذر السفر الآن، وخاصة المرأة اللي سافرت السنة دي ما تقدرش تسافر مرة أخرى، فإذا تعذر الأمر وضاق جاز العمل بمثل هذه الرفعة. وإذا فعلت هل يلزمها دم؟ هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني انه لا شيء، ده فيمن نسي، فيمن نسي، والحق به ذلك. لكن لا ننسى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى السيده عائشه ان تطوف البيت وهي حائض، نهاها عن ذلك. فعلى ذلك من ترخص بهذه الفتوى بشيخ الاسلام فليكن في حال الضروره، في حال الضروره، انه ما فيش حل اخر، انه لابد وان تسافر الان، والا سافرت الرفقه وبقيت وحدها وانقطعت ولا تقدر على السفر. فاذا ضاق الامر يبقى ياتي الفرج من هذا الباب في الترخيص، والا في الاصل الا تطوف المراه الحائض بالبيت الا بعد ما تطهر من حيضها. وفي حديث عائشه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحياد غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال في حديث سيدة صفية، برضه هو حديث سيدة عائشة عن صفية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنها: أحابستنا هي هتحبسنا. فلما أخبروا أنها طافت طواف الإفاضة فقال كالدم في الإثم. من شروط صحة الطواف تكميل السبع، تكميل السبع يعني يطوف بالبيت سبع مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة، فيكون تفسيرا لقوله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ. وكذا إن سلك الحجر، يعني بدل ما يطوف من وراء حجر إسماعيل راح داخل من جوه الحجر وطلع من الباب الثاني للحجر، فهذا طاف بداخل الكعبة وليس خارج الكعبة، يبقى هنا طوافه غير صحيح. أو طاف على جداره، على جدار الحجر، على جدار الحجر، أو شادروان، أو شادروان الكعبة، العتبة بتاعت الكعبة. قال: لأن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت، معناه حول البيت، بجميع البيت، والحجر من البيت، من قوله صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت. أيضا الشرط التاسع لصحة الطواف جعلوا البيت عن يساره، جعلوا البيت عن يساره. مش ممكن في موسم عمره ولا في موسم حج انسان هيطوف بغير هذه الصوره، مش ممكن.
هنا الناس كل الناس بتطوف البيت عن يسارها، لو هو طاف البيت عن يمينه هيبقى عكس كل الناس، مش هيكون هذا الشيء. ولكن فرضنا الكعبه خاليه في غير مواسم وانسان طاف بهذه الصوره، هذا لا يصح المطاف. بل ذكرنا كلام النووي قبل ذلك، من طاف وجعل الكعبه عن يمينه وطاف بظهره، رجع بظهره اي فاحترق ماشي بظهره وهو يطوف مع الناس، هذا لا يصح منه لانه مخالف لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجعل البيت عن يساره لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلم ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثه ومشى اربعا صلوات الله وسلامه عليه اي صلاه مسلم. الشرط العاشر من شروط صحه الطواف قال لنا كونه ماشيا مع القضاء، كونه ماشيا مع القضاء فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، هذا في نظر، هذه المساله فيها نظر. والصواب انه يجوز يطوف راكبا ويجوز يطوف ماشيا، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا صلوات الله وسلامه عليه. في حديث الطواف بالبيت صلاه قال وقد سبق، وهذا لا يفيد الا يفيده في الاحتياط، الطواف بالبيت صلاه صحيح يبقى فيه شروط الصلاه، ولكنه يباح فيه التكلم، يباح فيه انه ياكل او يشرب وان كان يكره ذلك، لكن انه يحتج به الطواف بالبيت صلاه يبقى لا يجوز الركوب، هذا فيه نظر. وعنه عن احمد يعني رحمه الله يجزئ عليه دم، هذا قول يحتج دليل انه يجزئ عليه دم، هو طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب صلى الله عليه وسلم، فين الدم الذي نجزئ به؟ وعنه قول ثالث يجزئ بغير دم، وهذا القول الصحيح وهذا مذهب الشافعي وقول الامام احمد ايضا وقول ابن المنذر، وقال لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام ابن المنذر يقول رحمه الله لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ناخذ بقول احد مع وجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول هذا الاحد مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم، طالما انه طاف راكبا يبقى يصح الطواف راكبا. قال والطواف راجلا افضل بغير خلاف، اللي يطوف على رجليه هذا اشد لتعبه واكثر بثوابه، ولفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المره، ولفعل اصحابه رضي الله عليهم. وحديث ام سلمه يدل على ان الطواف مشي الا لعذر، حديث ام سلمه يدل على ان الطواف يعني انها طافت راكبه من وراء الناس وكانت مريضه رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن ما هي مش هي لوحدها، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف ولم يكن مريضا صلى الله عليه وسلم، وانما غشاه الناس وسالوه فركب صلى الله عليه وسلم. فالراجح ان يصح طواف الراكب لعذر ولغير عذر ايضا يصح، ولكن الافضل انه يطوف مشيا. الشرط الحادي عشر اللي بيذكرونه هنا الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقد قال خذوا عني مناسككم. هنا ده مذهب الحنابلة أن الموالاة بين الطواف يعني يكون طواف وراء طواف الآخر وهكذا، أنه من الشرط صحة الطواف. عند الشافعية أنه لو أخر شيئا فليس من الشروط، وقولهم أودع في ذلك، أنه عشان نقول الموالاة ملازم ده ورده نقول انقطع بالصلاة بصلاة الفريضة فانقطعت الموالاة، ولعله يطول الانقطاع بصلاة فريضة وبعد ذلك بصلاة جنازة، ولعله بعذر من سقوط أو من وعكة أو تعب أو غير ذلك، فالراجح أنه هذا يستحب الموالاة، أما أنه واجب بحيث أو شرط لصحة الطواف بحيث يبطل هذا يحتاج لدليل. قال فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه، هذا في يعني في خلاف، وذكرنا انه عند الشافعيه انه اذا احدث سواء متعمدا او ان سبقه العذر فاحدث فيخرج ويتوضا ويرجع ويكمل على الاطراف. وده الروايه الثانيه عن احمد عنه يتوضا ويبني اذا لم يطل الفصل فيتفرد في الموالاه روايتان. لاحظ هنا انه قال لنا الموالاه شرط لصحه الطواف. في هنا قال لنا يتفرج عليه، يعني مش منصوص لاحمد ولكن يتفرج على هذا القول لكلام الامام احمد، فرق بين يقول هذا منصوص وهذا يتفرج يعني ليقيسه على كلام الاخر فيخرج قول اخر في هذه المساله لم ينص عليه الامام رحمه الله. فبيقول لنا عنه يتوضا ويبني اذا لم يصل الفصل، وقول احمد زي ما ذكرنا قبل ذلك في انه اذا لم يخرج الا بالوضوء، اذا لم يعني المعنى انه هو طاف بالبيت ثلاث اطوشه مثلا وبعد ذلك احدث خرج منه ريح فخرج ليتوضا، فقال اذا لم ينشغل الا بالوضوء فليبني، يرجع يبني على الطواف اللي فات فاضل له اربع اطوفه فيبني عليه.
فبيقول لنا هنا انه عن احمد يتوضا ويبني اذا لم يقل الفصل، ذكرنا كلام احمد، فيتفرد في موالاه روايتان احداهما هي شرط كالترسيم، والثانيه ليست شرطا حال العذر. حال العذر يعني انه معذور بتعب فقعد الشريح، او انه حصل له عذر يريد يتبول يتغوط فخرج طبع حادثه ورجع ليكمل طوافه، يتوضا ويبني على ما مضى. يبقى ده دليل على انه ليس الموالاه شرطا لصحه الطواف، لانه يقطعها بفعل صلاه فريضه، يقطعها بصلاه جنازه، يقطعها بالخروج لبول او غائط او لاعاده الوضوء، يبقى على ذلك هنا انقطعت الموالاه، يبقى ليست شرطا لصحه الطواف. قال ولأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه، رضي الله عنه، غشي أغمي عليه فحملوه فلما أفاق كمل الطواف. وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بموالاة ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا أعلى في الطواف فلا بأس أن يشتريه، أن هنا الإنسان بيصب البيت قطعه كل عذر، أما هيقطع الطواف عشان يروح يلعب مثلا وعليه يرجع يكمل، وهنا أخلي بهذه الصلاة، طواف بيت صلاة، فيبقى قطعه للعذر، عذر من الاعذار، انه يذهب يتوضا، يذهب يقول يتغوط ثم يتوضا، يقطعه لجنازه او كذا، يبقى هنا العذر من الاعذار. وان كان يسيرا او اقيمت الصلاه او حضرت جنازه صلى وبنى من الحجر الاسود. صلى وبنى من الحجر الاسود كما ذكرنا قبل ذلك. وان كان الراجح ايضا لو بنى من مكانه فاكمل انه طواف صحيح. فرضنا انه وقف وقيم الصلاه وقف في مكانه الذي هو فيه كما كان عند الحجر مثلا، فصلى صلاه فريضه واكمل هذا الشوط الراجح بصحه ذلك، لكن الافضل انه يرجع من عند البيت بحيث يبتدي طوافا شوطا كاملا. قال ابن المنذر لا نعلم احدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال يستأنف. كلمة يستأنف معناها؟ يبدأ من جديد، يعيد من جديد. قال ابن مسلم لا نعلم أحدا صالك فيه، صالك في إيه؟ أنه إذا قطع الطواف من أجل الصلاة سواء فريضة أو صلاة الجنازة، إذا قطع من أجل ذلك أنه يبني على مكان. وكذا الجنازة لأنها تفوت. طيب، وإن شك في عدد الطواف طب البيت وشك يبقى طب ستة ولا طب سبعة يعمل ايه؟ يبني على اليقين، هو الاقل، يبني على الاقل. ذكره ابن المنذر الاجماع. سنن الطواف استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله. الاستلام او وتقبيله. استلام الركن اليماني في يده اليمنى، استلم الركن اليمنى في الطواف. وكذا الحجر الاسود بالسلام، والحجر الاسود فيه سنن ان انت تستلمه باليدين تسجد عليه، يبقى هنا باليدين وتسجد عليه براسك وتقبل الحجر الاسود. الركن اليماني فقط تستلم باليد اليمنى. لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع كان ابن عمر يفعله، حديث ابن عمر هذا حديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله. وعن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فاذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تشكب العورات. الشيخ الألباني قال ده ضعيف جدا، ضعيف جدا، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر صلى الله عليه وسلم وأنه شدد عليه برأسه وأنه قبله، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بغير هذا الحديث. قال ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحدن، حكاجة يعني في يده، ويقبل المحدن، إذا الشيء اللي لمس البيت كان يقبله صلوات الله وسلامه عليه، لمس باليد أو هو استطاع أن يقبل بشفتيه قبل صلى الله عليه وسلم، لمس اليد قبل يده، لمس بالعكاز بمحدن في يده قبل هذا المحدن، ده صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. الاتباع والرمل والمشي في مواضعها هذه من السنن. الاطباع في مكان الاطباع للرمل او في وقته، والمشي كذلك في مواضعها،
والركعتان بعده، ركعتان بعد الطواف سنة وليست فريضة. الأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوب من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. المعنى يعني إن هو طاف بالبيت وبعد ما طاف كان عليه صلاة مكتوبة فصلى وراء الركن اليماني صلاة مكتوبة أو صلاة سائفة فاتت منه فصلاها، هل تجزئ؟ فذكر عن عطاء أنه قال تجزئ، قال اتفقها، ولكن الزهري قال السنة أفضل. السنة أفضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام، ما هماش صلاة فريضة ولكن صلاة تختص بالطواف. قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين. لا رواه البخاري تعليقا، رواه البخاري تعليقا وضعفه الشيخ الألباني. قال ويغني عنه حديث ابن عمر الذي ساقه البخاري في الباب بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. في فصل رأى كلنا شروط صحة السعي حنرجع للحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.